بعد اجتيازه للعديد من المحافظات قائد المقاومة الشعبية في تعز يصل إلى مارب. حظي الرجل باستقبال البطل الشعبي ولا غرابة في ذلك، وهو القائد الذي أخذ على عاتقه الدفاع عن مدينة بحجم تعز في وقت تخلى عنها الجميع. الهدف هو شرح ما يحصل في تعز، في محافظة تعز، الأخت الكبيرة التي تعاني دائما من أجل أخواتها الصغار. وإذ يتحدث الرجل عن وحدة المقاومة ووحدة الهدف والمشروع الوطني وما كانت ودور تعز المحوري والمهم في بنية المشروع والدولة الوطنية، يفصح أيضا عما تتعرض له المدينة في الآونة الأخيرة من تركيز في الاستهداف من قبل الميليشيا، وكيف أنها تركت والمقاومة فيها وحيدة. في اليوم 35 شهيد، 100 جريح، 30 يعني 20، 15 شهيد أقل يوم يعتبر. يأمل المخلافي بأن يلاقي الدعم والاستجابة من رجال المقاومة والجيش الوطني في مارب، لأنهم قد عاشوا وجربوا بأنفسهم ما تعيشه مدينته هذه الأيام.